الله يوفقك مهيار. هلا شيخ. كم تحفظ من القرآن؟ قرآن كامل لله الحمد. الله يبارك فيك. آمين وياك. خالد كم تحفظ من القرآن؟ قرآن كامل لله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. خالد شفتك تسمع المهيار، وش تسمع له؟ أسمع له 10 أوجه مراجعة؟ إيه. الله يبارك لك، يعني كل جلسة تسمع المهيار 10 أوجه. إيه. مهيار هلا شيخ. كم تسمع لخالد؟ نفس الكلام 10 أوجه مراجعة. طيب خالد كويس؟ أكيد ما شاء الله تبارك الله. تحكم على مهيار انه كويس؟ اكيد ما يبغى. انت عليك انك ترتل لي ايه، تمام؟ وانت بافتح المصحف عشوائي واختبر حفظك ان شاء الله. موافق؟ بسم الله. بعد السناب هذه استعذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خالد أعطيك آية واحدة عشوائية وأنت تكملها عشان يعرفون الناس أنك حافظ. أسأل الله أن يبارك فيك. الله جل وعلا يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا